ومنهم من لا يعبر عنه ولكن يظل كاستخلاصات ناتجة عن القراءات والجدالات التي يطفح بها عصره. انطلاقا من هذا أصور حديثي عن هذه الرواية. صحيح أنا كتبتها، لكن كتبتها معي أصوات أخرى، ويجود المشترك بيني وبين هذه الأصوات أصوات الكتاب الذين قرأت لهم، وأصوات مجتمعي وأصدقائي الذين أجادلهم وأتبادل معهم أطراف الحديث حول أسئلة المعرفة والإبداع. وإذا كان من فضلي في هذه الرواية فهو ماثل في ترجمة روح العصر الذي أعيش بأصواته وجدالاته وآرائه إلى غير ذلك. يضاف إلى هذا أنني لا أبدع من أجل الإبداع، أبدع لكي أغاير وأخالف، أخالف نتاجات التي سبقتني، خالف من دور جدالي وحواري، وليس من دور النفي الإقصائي، لأننا من دون من سبقونا لن نستطيع أن نفعل أي شيء. وهذا المنظور الحواري يقوم على تصور المخالفة، وهذه المخالفة ترتكز على عناصر ذكرها الصديقان عبسام دخان وسليم طاري، وأشكرهما بهذه المناسبة على ورقتهما المستبصرتين فيما يخص تحليل الرواية. وأول شيء هو ما أشار إليه سليمان بالواقع التنسيبية. ما المقصود بالواقع التنسيبية؟ أضيف إلى ما قاله صديق سليمان، وهو أن الواقعية كما فهمناها في أوروبا، الواقعية الكلاسية أو الواقعية الاشتراكية، دائما تستخدم مفهوم مطابقة أو غير مطابقة مع الواقع، سواء كان الواقع اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي. أنا قلت لا، أن الواقعية هي شيء آخر، لأن مفهوم الواقع زئبقي، وهذا الجدار الذي أمامي هو شيء ملموس وهذه القنينة شيء، لكن في الحقيقة ليست هي الواقع. الواقع ومجموع التصورات التي بنت القنينة وبنت الجدار إلى غير ذلك، بما فيها ما هو هندسي وبنائي وتكويني. لكن أكثر من هذا، أن الواقع هو زئبقي من حيث تعدديته، لا يستقر على حال، يتغير باستمرار، هو متشظي ومجزأ. أتحدث عن مدينتي ولكن لا أملك قدرة على إعطاء صورة كلية لها، وحتى في علاقتي بها ألتقطها ومن خلال انطباعات جزئية، فلا بد من كل يستطيع أن يقبض على هذا التشظي المتجزئ المختلف، وهذا الكل ما هو إلا الحبكة. الروائي يصطنع الحبكة لكي يمسك بهذا الواقع
المتجزئ المتصدي المتغير الذي ينفلت ويتغير باستمرار. والحكاية التي تعطي للرواية شكلها وللسرد عامة شكلها. لكن الحكة من حيث شكل تظل دائما متعطرة مستحيلة في الرواية ليس في الحكاية الشعبية. لماذا؟ لأنها تنتهي دائما بالإخفاق. ولكن هل توجد حكة واحدة؟ لكي أبسط ففي الحياة التي نعيشها اليومية نعيش وفق مخططات، مخطط تسوق، مخطط الذهاب إلى المدرسة، مخطط العمل ودواليك، وكل مخطط فيه مراحل ونسلكها ونتبعها. وهذه المراحل هي نمطية عندنا جميعا، نذهب جميعا بالمخطط نفسه لكي نتصور، نذهب جميعا بالمخطط نفسه لكي نمارس العمل، نذهب بالمخطط نفسه لكي ندرس. لكن متى يتخلق السرد؟ يتخلق الإبداع وتتخلق الحبكة السردية حينما أقوم بخرق هذا المخطط. نظرية مهمة جدا لمن له القدرة على الاستنباط. في السؤال الذي طرح هناك إشكال في إعادة النظر في تصور باختي لمفهوم بولوفوريا، وبخاصة في كتابه جمالية الملفوظ الروائي الذي لم يقرأ للأسف في المغرب. وهو يقول أن التعدد الصوتي يقوم على نوع من التوازن تخلقه الشخصية المبدعة ما بين شخصية السارد وشخصية الكاتب. هنا عكس للأشياء وعكس لهذا المنظور. وفي كتاب لما تكلم الحكي هوية المدون في ألف ليلة الذي صدر عن معهد الشارقة، فيه في القسم النظري إعادة النظر في تصور باختين ونسه، واقتراح أن السارد هو الذي يقوم بدور التوسط ما بين الكاتب والشخصية وليس العكس. ثانيا بالنسبة للعروي، فهذه الرواية هي تنتقد النخبة أساسا ومن ضمن العروي. صحيح العروي أستاذنا وأفادنا وتعلمت منه كيفية صياغة السؤال، لكن هو جزء من النخبة التي أوصلتنا إليها اللحظة التي نعيش، وعليه ألا ينزه نفسه. في هذه الرواية فيها نقد لمفهوم النخبة وبخاصة النخبة اليسارية. ثانيا عبد الله العربي يكتب سيرة إدريس بنوع من الإطمئنان المعرفة، شخصية مطمئنة إلى معرفتها ولها كامل الثقة فيما تقوله. هذه شخصية سليمان لا، هي تشك في كل شيء وتشك في معرفته، هي غير مطمئنة للمعرفة. أيضا مفهوم السيرة الذاتية يدمر في هذه الرواية، يدمر من خلال التخيل